دوري عمان تلي موسم 2019-2020 مرخص الجولة الأولى. بهلاء سيكون رقما صعب. النهضة يلعب بدون جماهير. عمان الاستقرار هو نجاحه. السويق ظروف صعبة. الرستاق يحذر الجميع. مرباط موسم صعب. صحار بداية جيدة. العروبة أمره محير. صحم جولة أولى بتقدير امتياز. مسقط يفكر في البقاء. ظفار يريد منافس ينافسه على الدوري. فنجة كبوة حصان. النصر محتاج مهاجم قناص. السيب ينقصه التجانس مع لاعبيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.